بموجز الأخبار مشاهدينا، ننتقل الآن للإضاءة على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، ونبدأ جولتنا بالقدس العربي والتي جاء في عناوينها: الأمير متعب يدفع مليار دولار لتفادي تهم اختلاس وعقود فساد مع تسارع وتيرة التسويات في السعودية. وضع اللمسات الأخيرة ذهب العنوان، وضع اللمسات الأخيرة كان على اتفاقات مشابهة والوليد بن طلال يرفض. الآن إلى صحيفة الزمان العراقية مشاهدينا، تيريزا ماي في أول زيارة إلى بغداد، دعم وحدة العراق وإشادة بجهود محاربة داعش. إلى صحيفة العرب وفي عناوينها: الموازنة تغدق على المشاريع، التركيز على استكمال البنى التحتية الكبرى والمونديال في الصدارة. من الجزائر اخترنا لكم صحيفة الخبر وفي عناوينها: تنصيب عدة مجالس بلدية وولائية سيتأخر بسبب الطعون، معارك حزبية طاحنة في المحاكم لإثبات التزوير. إلى صحيفة عمان اليوم وفي عنوانها: وفاة كرواتي مدان بجرائم حرب بتجرع السم أثناء محاكمته وسط ذهول الحاضرين في المحكمة الدولية بلاهاي. ونختم مع صحيفة الحياة التي جاء في عنوانها: كوريا الشمالية تستكمل قوتها النووية، بيونغ يانغ ترفع سقف التحدي، وترامب يستنجد ببكين. من عناوين الصحف العربية ننتقل للإضاءة على أبرز عناوين صحيفة العرب الجديد الصادرة لهذا اليوم، وجاء في عناوينها الرئيسية: الأزمة الخليجية تترقب قمة الكويت، في صورة الغلاف، انتخابات الأهلي المصري، السياسة في الرياضة وفي السياسة وفي زاوية الحدث، انتحار على الهواء يطوي صفحة مجرم حرب كرواتي. أما كاريكاتير اليوم بريشة الفنان عماد حجاج، فتحية لذكرى الفنانة الراحلة شادية. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، والآن عودة إلى الزملاء.